بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعون في أبرز العناوين. الصليب الأحمر ينقل 4 جثث لمسلحي النصرة إلى عرسال، واللواء إبراهيم يؤكد للميادين نت استمرار المفاوضات لتنفيذ التبادل. عشرات الشهداء والجرحى في غارات التحالف الأمريكي بريف دير الزور، واشتباكات بين عناصر داعش الأجانب والمحليين في البوكمان. 100 مستوطنين يستبيحون الأقصى وينزلون العلم الفلسطيني بحماية قوات الاحتلال. وفي النشرة، القوات السعودية تواصل حصارها للعوامية لليوم 82. وتتابعون أيضا، البرلمان الباكستاني ينتخب رجل الأعمال شهيد حقان رئيسا للوزراء خلفا لنواز شريف. أهلا بكم. تسلم الصليب الأحمر اللبناني 4 جثث لمسلحين من جبهة النصرة ونقلها إلى مستشفى الرحمة في عرسال، وفق ما أفاد به مراسل الميادين. وفيما ينتظر استكمال عملية نقل مسلحي جبهة النصرة إلى إدلب، تجمعت الحافلات في جرود عرسال تمهيدا لتنفيذ العملية. المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم كشف للميادين نت أن المفاوضات ما زالت متواصلة، مشيرا إلى أن بعض مطالب المسلحين تقضي بالإفراج عن موقوفين في السجون اللبنانية. مراسل الميادين أفاد بانعقاد اجتماع أمني لبناني على أعلى المستويات لبحث تأمين خروج الحافلات باتجاه سوريا، مشيرا إلى أن عدد الحافلات التي ستدخل عرسال قد يصل إلى 200. أدى مقاتلو المقاومة تحية للعقيد الشهيد داني جوزف حرب ورفاقه الذين قضوا في معركة عرسال التي شنتها جبهة النصرة ضد الجيش اللبناني في آب أغسطس 2014، ويأتي ذلك لمناسبة عيد الجيش اللبناني وعلى أعتاب الذكرى 3 لمعركة عرسال. ورفعت الرايات قبالة موقع الجيش اللبناني على مشارف عرسال وأمام المعبر الذي ستسلكه قافلة الحافلات التي ستخلي مسلحي النصرة وعائلته. الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد أن الجيش والمؤسسات الأمنية على جاهزية لمواجهة الإرهاب وتحقيق نصر جديد بعد نصر تحرير جرود عرسال. وفي كلمة له لمناسبة العيد 72 للجيش اللبناني بحضور رئيسي مجلس النواب والحكومة، قال أن قوات بلاده تسعى إلى تحرير ما تبقى من أراض استباحها الإرهاب، وأمل أن تسهم التطورات في تسريع الكشف عن العسكريين المخطوفين لدى داعش منذ 3 سنوات. آخر نصر للبنان كان تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظلامية. وتثبيت الطمأنينة والأمان فيها، فيما نتطلع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد وتحرير ما تبقى من أراضي استباحها الإرهاب لسنوات. وكلنا أمل أن تسهم هذه التطورات في تسريع الكشف عن مصير رفاقنا مخطوفين منذ 3 سنوات ولا يزال مصيرهم مجهولا، وفي تبرير قلوب أهلهم ومؤسساتهم واللبنانيين أجمعين. وأؤكد أمامكم أنه لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته، والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته وكذلك مؤسساتنا الأمنية. بدوره أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون استعداد المؤسسة العسكرية التام على الحدود الجنوبية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي. إننا في المؤسسة العسكرية نضع نصب العيون مواكبة مسيرة عهدكم بكل ما لدينا من إمكانات وقدرات، ومن خلال قيامنا
بكل ما يمليه علينا الواجب في مجالي الدفاع والأمن، خصوصاً استعدادنا التام على الحدود الجنوبية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وعلى الحدود الشرقية لدحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تخليص لبنان من هذا العبء الثقيل الذي رزح تحته لسنوات طويلة. وذلك بالتزامن مع استمرارنا في تكثيف الإجراءات الأمنية لقمع الجرائم المنظمة على أنواعها، والسهر على إبقاء الجيش نموذجاً للعمل المؤسسات في الدولة القائم على اعتماد الكفاءة والشفافية والنزاهة في مختلف شؤونها. رئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تواجه عدوا إرهابيا تكفيريا لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر والحقد والكراهية. الأسد أكد في كلمة له في ذكرى تأسيس الجيش السوري أن خلف الإرهاب أطرافا إقليمية ودولية تسعى للسيطرة على المنطقة، وشدد على أن سوريا صمدت وحققت الإنجازات بفضل الجيش وتلاحم الشعب. تدور اشتباكات عنيفة وعمليات خطف متبادل بين المقاتلين والأجانب والمحليين في تنظيم داعش في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، كما تشهد المدينة عمليات خطف متبادلة بين عناصر التنظيم. وأكدت مصادر محلية للميادين أن شوارع البوكمال تشهد شللا كاملا مع إغلاق تام لمداخل المدينة ومخارجها. وكانت تنسيقيات المجموعات المسلحة في سوريا قد كشفت أن عددا من مسلحي داعش انشق عن التنظيم في البوكمال عقب إصدار التنظيم قرارا بنقلهم إلى جبهات قتال مختلفة. أدت غارات لطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى استشهاد 60 مدنيا في ريف دير الزور الشرقي وفق ما أعلنت وكالة سانا الرسمية. الوكالة نقلت عن مصادر أهلية أن الغارات استهدفت قرى الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين. الوقوف عند تفاصيل معنا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين في سوريا ديما نصيف. أهلا بك ديما، بداية ماذا في تفاصيل الاشتباكات والقتال الحاصل بين عناصر داعش في البوكمال في هذه المنطقة الحدودية؟ يعني يبدو بأن القرار وكأنه بسبب التضييق الذي يعاني منه التنظيم مؤخرا، خاصة على خلفية كل الغارات المكثفة للتحالف الدولي أو حتى مع اقتراب الجيش السوري من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور. طبعا بطبيعة الأول أيضا يعني من الواضح أن القرار بأنه يعني أيضا القرار الروسي بأنه لن يسمح لعناصر داعش الذين يضيق عليهم الحصار أكثر فأكثر في معارك الرقة بأنه لا يمكن أن يذهبوا أو أن يكون لديهم ممر انسحابي باتجاه دير الزور. لذلك واضح بأن الخلافات والتوترات تشتعل بين أطراف التنظيم، بين المحليين والذين يعني يسمون بالأنصار، وبين المقاتلين الأجانب الذين يسمون بالمهاجرين. وبالتالي هناك معلومات ميدانية تقول بأن هناك قياديا سوريا في تنظيم داعش يدعى يونس لدحيم، هو من يقود حملة ضد مقاتلي داعش الأجانب في البوكمال. ونتيجة قرار قيادة التنظيم بنقل كافة المقاتلين المحليين إلى الجبهات ضد الجيش السوري، وأيضا اعتقال ومصادرة أملاك من لا يلتزم بهذا القرار. وبالتالي واضح بأن قرار داعش الآن بأن العناصر الأجنبية ستضحي بالعناصر السورية وتضعها في الجبهات الأولى وفي خطوط القتال الأولى ضد الجيش السوري، وهذا ما يعني يفتعل الاشتباكات أكثر فأكثر، وخاصة أن التنظيم خسر الكثير من عناصره وخسر الكثير من أراضيه بعد الموصل والآن بعد الرقة
في الأراضي السورية. أما بما يتعلق بغارات التحالف وبسقوط هذا العدد الكبير من المدنيين، طبعا هي ليست المرة الأولى التي يكثر فيها التحالف من غاراته ودون الانتباه ودون الاعتبار لوجود مدنيين في هذه الأماكن، وخاصة في شهر تموز الفائت قد كثف بشكل كبير جدا على البكمال وهي مدينة حدودية مع الحدود العراقية، وعلى الميادين وهي مدينة تقع في منتصف المسافة بين دير الزور وبين البكمال. وطبعا ربما هناك من يقرأ أيضا بأن هناك رسالة سياسية في تكثيف الغارات بالنسبة للتحالف في هذه المنطقة، للقول بأنها لا تزال منطقة عمليات جوية بالنسبة للتحالف وليست فقط للروس الذين يقدمون الدعم الجوي لتقدم الجيش السوري باتجاه دير الزور ومحافظة دير الزور. كل الشكر لك زميلة ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في سوريا على كل هذه المعلومات. هذه الغارة تتزامن مع مواصلة الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني تقدمهم في مدينة دير الزور، حيث فتحوا ثغرة في الطريق الرابط بين المطار العسكري والمدينة تمهيدا لإعادة فتحه بعد 8 أشهر من إغلاقه. التفاصيل في التقرير التالي. تقدم جديد يحققه الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني في دير الزور من خلال فتح ثغرة في الطريق الرابط بين المطار العسكري والمدينة يمهد لإعادة فتحه بعد قرابة 8 أشهر على تمكن تنظيم داعش من قطعه وفصل الأجزاء الشرقية والمطار العسكري عن المدينة. الجيش وقوات الدفاع الوطني قام بحفر خندق بطول نحو 300 متر تحقق على إثره قطع الطريق بين وادي الثردة ومنطقة المقابر، ليقطعوا بذلك شوطا مهما نحو إعادة وصل المطار العسكري بمدينة دير الزور. الجيش اعتمد خلال الفترة السابقة على سلاح الجو لضرب قوة التنظيم الهجومية وإضعافه واستنزافه من خلال سلسلة الغارات التي يشنها الطيران السوري والروسي بشكل يومي على مواقع التنظيم وخطوط إمداده في الريفين الشرقي والغربي للمدينة. وحدات الجيش تسعى لفتح الطريق نحو المطار وإشغال تنظيم داعش ومنعه من فتح أي جبهات جديدة بانتظار وصول وحدات الجيش السوري التي باتت على مسافة قرابة 50 كيلومترا بعدما حققت تقدما كبيرا في عمق بادية الرقة وباتت على مشارف الحدود الإدارية لدير الزور، فيما بات يفصل الجيش السوري كيلومترات فقط عن بلدة معدان بعدما نجح أمس بالوصول إلى الضفاف الجنوبية لنهر الفرات. ويتوقع أن يتخذ الجيش من هذه المدينة خطا رئيسيا للتقدم نحو المحاصرين في دير الزور إلى جانب تقدمه على خط موازن من جبهة البادية الفاصلة بين دير الزور والرقة. إلى ريف حلب الشرقي، حيث عاد 376 عائلة إلى بلدة مسكنة، كما عاد آخرون من أهالي منبج والرقة والحسكة بعد تسوية أوضاعهم ضمن المصالحات الوطنية. تستعيد المصالحات الوطنية دورها في حلب وريفها، 100 من أهالي الريف الحلبي يعودون إلى منازلهم بعد تسوية أوضاعهم من قبل الحكومة السورية. 400 من أهالي منبج والرقة والحسكة عادوا ضمن 4 دفعات إلى مدينة حلب، سويت أوضاعهم وأعيد ترتيب أوراقهم الرسمية بعد الانتهاء من إجراءات التسوية الأمنية الخاصة بهم. الحمد لله أن رجعنا يعني حضن الوطن بعد ما فرقونا هذول الإرهابية مثلا أو كيد التقارير الكيدية. أنا بالنسبة لي تقارير كيدية 6 سنين أبعدتني عن بيتي بحلب. 376 عائلة عاد أفرادها إلى منازلهم في مسكنة بريف حلب الشرقي قادمين عبر منبج. القوات الروسية التي تشرف على معبر التايها الذي يفصل بين القوات السورية والمقاتلين الكرد شاركت في عملية عودة الأهالي إلى مسكنة. الهدف من المصالحات الوطنية هو حقن الدماء السورية وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع سوريا، وندعو كل من قرر به العودة إلى حضن الوطن. هجرت المعارك أفراد هذه العوائل وأبعدتهم عن قراهم بعدما سيطر عليها المسلحون سابقا، ليعودوا إليها بعد استعادة الجيش السوري لها وبعد رحلة شاقة في الشرق والشمال السوري ما بين المخيمات وأماكن مؤقتة لتكون لكل عائلة قصتها. أنا صار لي شهرين طالع من بيتي من مسكنة قرية المفتاحية، طلعت على السلحبية، طلعنا على قرية العثمان، بلاجئين عند العالم كل يوم ببيت ومي ما عندنا وشرب وراجعين على بيوتنا.
تفعيل دور المصالحات من قبل الحكومة السورية في حلب مستمر، وإطلاق مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون لهذه المبادرة مهدت الطريق بحسب المسؤولين في حلب نحو توسيعها إلى مناطق أخرى شملت الريف الشمالي والغربي للمدينة. بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا في جلسة هي الأولى من نوعها بهذا الخصوص. تقرير من الإسماعيل. تواصل إسرائيل متابعتها التطورات في سوريا واتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، تطورات دفعت برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى زيارة الجولان المحتل برفقة وزير أمنه أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزنكوت وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. الواقع هنا يتغير بسرعة، داعش في تراجع كبير، وهذا الفراغ تحاول إيران ملأه. إيران مع حزب الله قام بإنشاء قوس شمالي بمساعدة سلاح دقيق أيضا. نحن نتعامل مع هذه التهديدات الجديدة على إسرائيل. زيارة نتنياهو إلى الجولان المحتل والمواقف التي أطلقها خلالها حضرت بقوة في الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأحد الماضي لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا. الجلسة التي تعد الأولى للمجلس لمناقشة الاتفاق شارك فيها بحسب وسائل إعلام إسرائيلية رئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزنكوت ورئيس الموساد يوسي كوهن ومسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن، وخصصت بمعظمها لاستعراض الوضع في سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والمناطق العازلة التي ستقام كجزء من الاتفاق على الحدود بين سوريا وإسرائيل والحدود بين سوريا والأردن. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه تم إبلاغ الوزراء بعدم التوافق بعد على جميع بنود الاتفاق، وأن إسرائيل تعمل مقابل الإدارة الأمريكية والحكومة الروسية من أجل تحسينه والتأكد من أنه لن يمس بمصالحها الأمنية. ما سرب من مناقشات الجلسة أيضا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدث عن أن المسألة الأساسية التي بقيت مفتوحة ولم تحسم بعد هي الجهة التي ستكون ضامنة للاتفاق في المناطق العازلة والتي ستشرف على وقف إطلاق النار في تلك المناطق والتأكد من عدم دخول قوات إيرانية وعناصر من حزب الله إليها. مراقبون قالوا إن إسرائيل خائبة جدا من الاتفاق بشأن الجنوب السوري وتشعر بالخيانة المزدوجة، لأن إدارة ترامب اتخذت قرارا استراتيجيا بالاعتراف بسوريا كمنطقة تأثير روسية، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل بكل ما هو مرتبط بسوريا، ولأن الروس أيضا يتجاهلون مطالب إسرائيل برغم الاستثمار الكبير لنتنياهو في علاقته مع فلاديمير بوتين. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية من جهة باب المغاربة. المستوطنون نزعوا العلم الفلسطيني من على أحد أبواب الأقصى ورموه. اقتحامات الأقصى تأتي في إطار إحياء الإسرائيليين ما يسمونه خراب الهيكل الثاني قبل 2000 عام. لجان المقاومة الفلسطينية حذرت من أن تصاعد الاقتحامات والتدنيس للمسجد الأقصى يعد إمعانا في محاولة تقسيمه. الاحتلال يحاول أن يبحث عن نصر وهمي بعد أن انتصر المقدسيين بطريقة سلمية ومن خلال اعتصامهم اليومي وصلاتهم خارج أبواب المسجد الأقصى، ودفعوا بالاحتلال أن يزيل جميع المظاهر المستجدة من قبل الاحتلال. النوعية التي أتت اليوم وكما يسمونه في ذكرى خراب الهيكل، وهذه النوعية نوعية سيئة للغاية، أرادت الاحتكاك بالجمهور، أرادت خلق مشاكل في المدينة، وبالتالي أعتقد أن هذه النوعية نوعية همجية للغاية تريد تهجير أهلنا في بيت المقدس. يستمر التفاعل إلكترونيا مع وسم قل القدس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما عبر صفحات الميادين نت. قل القدس
واسم لحملة إلكترونية أطلقتها شبكة الميادين الإعلامية لتكون صلة وصل عبر منصات الشبكة كافة من شاشة تلفزيون وموقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور وبين أهلنا في فلسطين المحتلة ولا سيما في القدس. الحملة أطلقت فعليا يوم الأحد، ومذ ذاك يتوالى وصول الفيديوهات من كل أنحاء العالم إلى الميادين حاملة رسائل التضامن والدعم والحب لهذه المدينة المقدسة. للقدس نقول: مهما تمزقت الأمة ومهما نزفت الشعوب لا يوحد هذا الدم سواك، فأنت البداية وأنت الأجل، كل شعوبنا تصبو لإنقاذك. التفاعل مع الحملة إلكترونيا كبير، وبالتحديد على موقع تويتر للتغريدات ثم على موقع فيسبوك، إضافة إلى التعليقات والنقاشات على صفحات الميادين. نحو 100,000 شخص غردوا أو أعادوا التغريدة أو أعجبوا بتغريدات تضمنت وسمة قل القدس على تويتر في أقل من 24 ساعة، فيما نشر البعض فيديوهات على الموقع نفسه لتوسيع المشاركة في الحملة. معكم حسن من اليمن. قل القدس بأننا قادمون. الحملة لا تهدف فقط إلى مواكبة الحدث في القدس، بل إلى تعريف الجمهور بما يعانيه المقدسيون ومثلهم كل الفلسطينيين تحت الاحتلال، وهي مستمرة وبنجاح. فبحسب إحصاءات أولية، أغلب مستخدمي وسم قل القدس على مواقع التواصل الاجتماعي كافة هم من العراق، ثم لبنان، اليمن، بريطانيا، فرنسا، السودان واليابان. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على الوعي بأهمية ومركزية قضية فلسطين بالنسبة للناس في كل مكان، ولا سيما أن بعض المشاركات حملت رسائل سياسية تسمي بوضوح من خذل الأقصى والقدس وكل فلسطين منذ نكبة أهلها واحتلال أرضها قبل 69 عاما. فاصل قصير نتابع بعده النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد لهذه النشرة من الميادين إلى السعودية، حيث تواصل السلطات الأمنية حصارها لبلدة العوامية لليوم 82 على التوالي. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا لطائرات حربية قالوا إنها تابعة للجيش السعودي في سماء العوامية، وفي المقابل نشر عناصر من الجيش السعودي فيديوهات أثناء رمايتهم بالأسلحة الرشاشة المنازل في العوامية. على وقع تطورات النزاع الخليجي، تستمر وسائل التواصل الاجتماعي في التحول إلى منصات للتراشق الإعلامي. فاطمة قاسم. ما زالت الأزمة الخليجية من أبرز ما يشد انتباه المغردين العرب ولا سيما الخليجيون منهم، وتحتل القضية النشرات الإخبارية والبرامج. حق العبور وضماناته من أبرز ما اهتمت به قناة الجزيرة القطرية في حصادها. وفي ظل تعطل الهيئة العربية للطيران المدني التابعة للجامعة العربية أسوة بتعطل كيان الجامعة ذاته، كانت المنصة الدولية مقصد قطر لوضع أوراقها على الطاولة جراء الأضرار البالغة التي لحقت بحركة الطيران والمسافرين. على موقع تويتر غرد النصار مع توقيعه بوسم أبو ظبي تحتل باب المندب إن أهداف الإمارات من اليمن السيطرة على أهم مضيق بالعالم. باب المندب يعتبر من أهم المضايق العالمية بسبب وضعه الاستراتيجي الحساس. قناة العربية السعودية اعتبرت أن الدوحة تستغل الشعائر المقدسة للعب دور الضحية، ومن جهة أخرى رأت أن قطر تنقل معركتها إلى اليمن، وأصبح قادة من سمتهم ميليشيات الحوثي يجدون فرصتهم في الظهور على وسائل الإعلام القطرية لمهاجمة التحالف. ورغم المشاركة الرمزية للدوحة في قوات كانت ترابط على الحدود السعودية مع اليمن، إلا أن الشواهد أثبتت أن الدوحة كانت تنسج علاقات سرية مع الحوثيين وتمدهم بالدعم المادي والمعلوماتي منذ الحروب الستة مع الجيش اليمني. مصادر عسكرية تحدثت أيضا أن القطريين كانوا يزودون الحوثيين بإحداثيات لمواقع قوات التحالف. واستهزأ المغردون بالتباهي باختراق الموقع الإلكتروني للشيخ يوسف القرضاوي، فاعتبر طلال الخضر أنه حين تفقد السيطرة على الشام والعراق واليمن تصبح السيطرة على الموقع الإلكتروني للشيخ القرضاوي هدفا، بينما تساءل عبد الرحمن أين سيطرتكم على أرض الميدان في جنوب السعودية؟
وبينما كان هاشتاغ تميم مندوب إيران من الأكثر تداولا حاصدا أكثر من 19,000 تغريدة، ما زال المغردون يستخدمون وسم بن زايد يفرض العلمانية، مستنكرين بشدة تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبي الأخيرة عندما قال إن السعودية ودولا أخرى تريد حكومات علمانية في المنطقة. فكتب مغرد سعودي إن السعودية ليست الإمارات، بلدنا مأزر الإسلام، منها انطلق وفيها مهوى أفئدة مليار مسلم، سيفشل وستذهب العلمانية إلى المزبلة. وبالعودة إلى ما يحدث في العوامية، معنا من واشنطن مدير المعهد الخليجي الدكتور علي الأحمد. أهلا بك دكتور علي. ربما المعلومات شحيحة جدا لما يحدث في العوامية، ما يصل هو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل الناشطين. اليوم هناك أخبار عن استخدام للطيران أو للطائرات الحربية في سماء العوامية، هل من تأكيدات؟ ما الذي يحدث في العوامية؟ نعم، هناك لأول مرة في تاريخ السعودية على الإطلاق تم استخدام الطائرات الحربية المجنحة في عمل عسكري داخل البلاد، وهذا يوم مهم، يوم تحول، لأن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تم استخدام في طائرتين حلقت في سماء العوامية، وهناك معلومات عن قرب استخدامها فعليا وعن استخدام أيضا طائرات الأباتشي حسب ما سرب عملاء الأجهزة الأمنية السعودية عن قرب استخدامها، وسابقا سربوا معلومات وتم العمل بها، يعني استخدام الطيران هذا كما قلت لك شيء مهم وتاريخي، وكان من المفترض على وسائل الإعلام المحترمة أن تكون يكون هذا خبرا يعني يتصدر الأخبار، لأنها أول عملية عسكرية وأكبر عملية عسكرية داخلية في تاريخ السعودية تحصل في العوامية منذ 70 يوم، واستخدام القوات الرسمية والطيران أيضا لأول مرة في تاريخ السعودية. المعلومات تشير إلى عفوا، هل العوامية محاصرة بالكامل بمعنى أن الأهالي في الداخل لا يستطيعون الخروج؟ هناك حديث عن حالة نزوح، هل لديكم معلومات عن حجم هذه الحالة؟ إلى أين يتجه تقريبا ثلث سكان المدينة تم إخراجهم عبر القصف والتهجير، ولم تقم الحكومة السعودية، مهم جدا الانتباه إلى، بتقديم أي نوع من المعونات للمهجرين أو توفير ملاذ لهم، ولم تقم منظمات الدولية المفترض في ميثاقها أن تقوم بالوقوف والذهاب إلى هذه المناطق، مثل منظمة الصليب الأحمر الدولي ومفوضية اللاجئين، يجب أن تكون على الأرض حسب ميثاق الأمم المتحدة، لم تقم بذلك لحد الآن، كما لا يوجد إعلام بتاتا كما يوجد في سوريا وفي العراق وحتى في مناطق أخرى فيها نزاع مستمر. نحن المعلومات الواردة أن العوامية محاصرة من كل الجهات بالخرسانات وجدار عزل من الجهة الغربية على وجه التحديد، ولكن هناك بعض الثغرات التي يعبر منها الناس مشيا على الأقدام وبوسائل مبتكرة، ولكن غالبية السكان لا زالوا موجودين رغم القصف المستمر من قبل القوات السعودية. طيب دكتور علي، تتحدث عن نزاع، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ هل هناك طرف آخر مسلح؟ تتحدث أيضا السلطات السعودية والقوات الأمنية عن وجود مجموعات أو جماعات مسلحة في داخل العوامية؟ لا شك أن كل إنسان يعني له الحق في الدفاع عن أرضه وعن تاريخه وعن وجوده، وما يحصل من مقاومة وإن كانت بسيطة هذا حق مؤصل بكل الشرائع الدولية، والمواطنين يقاومون بشتى وسائل المقاومة المتاحة لديهم، وهي وسائل بسيطة، ومنها رفض التهجير، ومنها رفض السماح للقوات بعبور الشوارع بشتى الوسائل. فنعم هناك مقاومة، ولكنها ليست على المستوى الذي نسميه يعني كنزاع مسلح، ليس هناك نزاع مسلح، هناك عدوان سعودي هدفه تدمير مدينة العوامية ومحيها من الخريطة. يعني هو النظام السعودي والأقلية السعودية الحاكمة تفكر بإزالة كل ما يعارضها أو يختلف معها، وعملت هذا مع قرى ومدن أخرى في تاريخ البلد، فهناك رغبة في الانتقام،
وهناك أيضا أحب أنوه لهذه المنطقة أن الأقلية السعودية الحاكمة آل سعود هم يحسون بعقلة النقص تجاه منطقة القطيف تحديدا بسبب العامل الثقافي والحضاري المتوفر في أقدم منطقة سكنية في الجزيرة العربية هي منطقة القطيف. هناك في عنصر يعني عقدة نقص لدى السعوديين تجاه منطقة القطيف تحديدا، ففي رغبة انتقام، ولدينا صدام جديد في السعودية هو محمد بن سلمان، ويريد أن يعني يحتذي النموذج الصدامي في التعامل مع من يعارضونه. والقطيف هي كانت دائما ولا زالت وستظل معارضة للأقلية السعودية الحاكمة. طيب دكتور علي، بماذا تفسر هذا التغييب إذا صح التعبير، هذا الغياب عن وسائل، عن التعاطي الإعلامي مع ما يحدث في العوامية؟ نعم، أنا قمت شخصيا قمنا بالتواصل مع وسائل الإعلام، مع وكالة رويترز والأسوشيتد بريس والصحفيين الأجانب داخل السعودية وفي دبي، وكان على رؤوسهم الطير، واضح جدا بأنهم مخترقون. والسعودية كانت ولا زالت وسنصدر تقريرا بهذا في المراحل القادمة إن شاء الله، تشتري ذمم الصحفيين حتى الأجانب منهم في وكالات الأنباء، وخصوصا رويترز لدينا أدلة واضحة على ذلك. فنتكلمين عن إعلام يعني مدفوع الثمن ويخفي الحقيقة بشكل متعمد، هذه أكبر عملية عسكرية في تاريخ السعودية داخل البلاد، ومع ذلك لا ترجدين أي خبر عنها، في المقابل تجين الأخبار عن أشياء تافهة تحصل حول العالم. طب دكتور علي، يعني قبل أن نختم، هل من معلومات عن مصير المدنيين الذين خرجوا من العوامية؟ إلى أين اتجهوا؟ كيف هي أوضاعهم؟ معلومات إضافية عن مصير هؤلاء؟ نعم، هناك مهجرون وخصوصا العوائل من دون رجال في عدة أماكن بشكل مؤقت، ولا يملكون القوت والمال الكافي لتوفير سكن مريح أو ملائم أو الحصول على المعونات الغذائية. المواطنين في المناطق المجاورة يمدون يد العون، ولكن لكي تعلمي الحقد السعودي على منطقة القطيف في هذه الظروف، الحكومة التي تدعي أنها تريد أن تطور العوامية تترك أيتام العوامية من دون مساعدات غذائية ومالية، وهذا يثبت الحقد ويؤكد الحقد الدفين لدى الأقلية السعودية الحاكمة ضد منطقة القطيف تحديدا. طيب، كل الشكر لك دكتور علي الأحمد، وأنت مدير المعهد الخليجي في واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. في اسطنبول اجتمع وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. الوزيران بحثا عددا من التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. في تركيا أيضا بدأت محاكمة نحو 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في شهر تموز يوليو من العام الماضي. المحاكمات تجري في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان. المشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة إكينجي الجوية شمال غرب العاصمة. ومن بين المتهمين هناك 461 شخصا قيد الاعتقال، وسبعة ما زالوا فارين فيما يحاكم الباقون وهم طلقاء. أثار طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي جدلا بين الليبيين والإيطاليين. المتحدث باسم البحرية الليبية نفى وجود أوامر رسمية للبحرية الليبية بخصوص الدعم الإيطالي، مضيفا أن وجود أي سفن بحرية إيطالية لن يكون إلا لدعم تقني ولوجستي. وفي الوقت نفسه أوضحت الحكومة الليبية أنها طلبت من روما تقديم الدعم اللوجستي والمعدات التقنية للمساعدة على إنقاذ المهاجرين ومنع تدفقهم وتهريبهم. التواجد الإيطالي إذا كان وجد فهو تواجد لوجستي فني لا أكثر، أو تدريبي ولا أكثر ولا أقل. أما إذا احتجنا نحن إلى دعم ناري في دورياتنا، تحتاج إلى دعم ناري من قبل أي قطعة بحرية تتواجد في قريب من الساحة من المياه الإقليمية الليبية، فهذا يتم بالتنسيق بيننا وبينهم وخارج المياه الإقليمية الليبية.
انتخب البرلمان الباكستاني وزير النفط السابق خاقان عباسي رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة خلفا لنواز شريف الذي أقيل على خلفية ثبوت دعاوى بالفساد المالي بحقه وحيازة أملاك في جزر بريطانيا. رئيس الوزراء الجديد يواجه هو الآخر تهما بالفساد المالي في عقود مع دولة قطر لاستيراد الغاز المسال. بكر يونس. شاهد خاقان عباسي صاحب 221 ووتس. من جديد حزب نواز شريف المقالي يتولى زمام الحكومة بعد انتخاب خاقان عباسي رئيسا للحكومة المؤقتة لتكون هيكلة حكومة جديدة وتعيين وزراء جدد أولى مهماته. مهمة خاقان عباسي الذي كان وزير البترول والموارد الطبيعية ليست سهلة، فهو يواجه قضية اختلاس بنحو 200 مليون دولار في صفقة استيراد الغاز القطري. إن حزبنا لا يزال قويا وثابتا وموحدا، ولقد قبلنا بقرار المحكمة العليا واحترمنا القضاء، وهذا يعني أننا كحزب نتمتع بقوة لا يمكن مواجهتها. المعارضة التي رأت أن إقالة نواز شريف انتصار لوجودها تواجه هي الأخرى خطر حل حزب حركة إنصاف بزعامة عمران خان على خلفية دعوى قضائية باستلام تمويل خارجي، وهو أمر مخالف للدستور الباكستاني، تهمة ستقضي بحل الحزب والتحقيق مع قادته في حال ثبوت هذه الدعوى القضائية. إن الوضع الحالي يفرض امتحانا صعبا، البرلمان والقضاء والأحزاب السياسية والجميع يراقب بقلق كيف ستخرج كل هذه المؤسسات من هذه الأزمة. التقلبات السياسية في البلاد كان لها وقع سلبي على الاتفاقيات الخارجية، ولا سيما مشروع طريق التجارة الصيني الباكستاني الذي سارعت الصين إلى التأكيد أن أي تغير في سياسة باكستان يجب ألا يؤثر في مجريات تقدم المشروع. قلق دفع قيادة الجيش الباكستاني إلى طمأنة الجانب الصيني إلى أن ما تشهده الأروقة السياسية شأن داخلها لا تأثير خارجيا لها. القضاء وبدعم من قيادة الجيش يسعى إلى إبعاد كل من نهب الأموال العامة بغير حق، وإن كان من أقدم على هذا العمل رئيسا للوزراء أو قائد حزب بتاريخ رياضي وطني. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. أعلنت وزارة الداخلية الروسية تصفية ثلاثة من الموقوفين وجرح اثنين آخرين في محكمة بإحدى ضواحي موسكو خلال محاولتهم الهرب. الموقوفون هاجموا رجال الشرطة خلال نقلهم وحاولوا انتزاع أسلحتهم قبل تصفيتهم. هذا وأوضحت وزارة الداخلية أن أحد أفراد قوات الحرس الوطني أصيب بجراح. إلى فنزويلا، حيث سخر الرئيس نيكولاس مادورو من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليه، عقوبات فرضتها واشنطن عقب إعلان نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية التي كان قد دعا إليها الرئيس الفنزويلي. باللغة التي يفهمها دونالد ترامب، حرص الرئيس الفنزويلي على إيصال رسالته لواشنطن، قالها وكررها: إنه فخور بالعقوبات الأمريكية الجديدة على كاراكاس. عقوبات تأتي ضمن حملة إعلامية شرسة تقودها أكثر من دولة غربية انطلاقا من المكتب البيضوي بحسب مادورو. هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أكثر من جهة حشر فنزويلا في زاوية العقاب، إلا أنها الخطوة الأقوى التي تصدر عن إدارة ترامب منذ توليه سدة الرئاسة. واشنطن جمدت كل أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأمريكية، وحظرت تعامل الأمريكيين معه وهي تدرس احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو. اتخذ الإمبراطور دونالد ترامب قرارات ضدي كرئيس للجمهورية، وهي قرارات تعكس عجزه ويأسه وكراهيته. الولايات المتحدة ترانا كجرو متحمس يحرك ذيله. هذه الرسالة ليست للتشافيين وحسب، بل للمعارضين أيضا. ما يحصل اليوم هو رد فعل، لأن شعب فنزويلا ورئيسه صوتوا على جمعية تأسيسية وطنية. لن أرضى بأوامر من حكومة أجنبية أبدا. مشاهد الاحتفال بنتائج انتخابات الجمعية التأسيسية التي من المتوقع أن تمنح الحزب الاشتراكي الحاكم سلطات واسعة لم تعجب واشنطن، التي وصفتها بالعار واعتبرتها ترسيخاً للديكتاتورية.
هي هجمة دولية ضد فنزويلا من قبل حكومة الولايات المتحدة وبدعم من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية تقول كوبا. الحكومة الكوبية التي سبق وذاقت مرارة كأس العقوبات الأمريكية وصفت ما يحدث بمحاولة لإسكات الشعب الفنزويلي وعدم الاعتراف بإرادته وإجباره على الاستسلام عن طريق الهجمات والعقوبات الاقتصادية. وفي روسيا غادرت شاحنات محملة بالأثاث وممتلكات الدبلوماسيين الأمريكيين مقر داشتا التابعة للسفارة الأمريكية في موسكو. وكانت السفارة قد اتهمت السلطات الروسية بمنع الدبلوماسيين من دخول منشأة على مشارف العاصمة الروسية بعدما سمحت لهم في وقت سابق بالدخول لاستعادة متعلقاتهم. مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قال أن السفارة الأمريكية أرسلت شاحناتها من دون الحصول أولا على تصاريح كما يشترط القانون، لأن المنشأة تقع داخل محمية طبيعية. وفي الولايات المتحدة يتواصل مسلسل الإقالات والاستقالات، فبعد 11 يوما على توليه منصبه مديرا للاتصالات في البيت الأبيض استقال أنتوني سكاراموتشي من منصبه في الوقت الذي ينفي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي اضطرابات في البيت الأبيض. تعيش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من التخبط مع تواصل حلقات مسلسل الاستقالات والإقالات فيها، الإدارة التي تبعد كل البعد عن التماسك والاستقرار. افتتح ترامب عهده بإقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس على خلفية اعتراضها على قانون منع دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة، وتتالت بعد ذلك كل شهر تقريبا إما الإقالة أو الاستقالة، وأبرزها استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين على خلفية اتهامات له بمناقشة العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي في واشنطن، وإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي الذي كان يقود تحقيقا حول احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصل الأمر حد إقالة كبير موظفي البيت الأبيض راينز بريبوس وتعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي بدلا منه. ما هي إلا ساعات من أداء كيلي اليمين لتولي منصبه حتى صدر خبر عزل مدير الاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي من منصبه الذي تولاه منذ 11 يوما فقط. بيان البيت الأبيض تعليقا على الموضوع جاء مقتضبا ليعلن أن سكاراموتشي اعتذر عن المنصب لأنه شعر أنه من الأفضل منح كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الفرصة والقدرة على بناء فريقه الخاص. أما ترامب فيبدو أنه يعيش في عالم خاص ويصر على نكران الاضطرابات في إدارته. في تغريدات على موقع تويتر نفى الرئيس الأمريكي وجود أي فوضى في البيت الأبيض وقال إن بلاده تشهد أعلى أداء للبورصة في التاريخ وأفضل أرقام اقتصادية منذ سنوات والبطالة عند أقل مستوى لها منذ 17 عاما والمرتبات تزيد والحدود آمنة، ليختم تغريداته بالقول إنه يوم رائع في البيت الأبيض. قال رئيس الصيني إن بلاده محبة للسلام لكنها لن تساوم مطلقا على سيادتها شي جين بيانغ، وخلال الاحتفال بذكرى مرور 90 عاما على تأسيس جيش التحرير الشعبي أضاف أن بلاده لن تسعى مطلقا لأي اعتداء أو توسع لأنها تتحلى بالثقة في هزيمة كل محاولة الغزو، مشددا على ضرورة ألا يتوقع أحد من بكين قبول وضع يضر بسيادتها أو أمنها أو مصالحها. لن نسمح على الإطلاق لأي شعب أو منظمة أو حزب سياسي بأن يفصل أي جزء من الأراضي الصينية عن البلاد في أي وقت وبأي صورة. لا يجب على أحد أن يتوقع منا أن نبتلع الثمار المريرة التي قد تضر بمصالحنا وسيادتنا وأمننا وتنميتنا. برغم سعي وزير المالية بالنيابة في تونس محمد الفاضل عبد الكافي إلى طمأنة الرأي العام بشأن صرف أجور الموظفين والعاملين في الوظيفة العامة، عززت تصريحاته من شدة الضغوط لتعبئة الموارد المالية للدولة مخاوف المراقبين بشأن مستقبل اقتصاد البلاد، مطالبين بضرورة الإسراع في برنامج إصلاح هيكلي يوضح الرؤية للمستقبل. عماد شطارة.
مكرها على ما يبدو يخرج وزير الاستثمار والمالية إلى الإعلام لتبديد مخاوف أثارتها تصريحاته السابقة أمام مجلس نواب الشعب، والتي حذر فيها من احتمال عجز الدولة عن سداد الأجور إذا لن يوافق مجلس نواب الشعب على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، مؤكدا أنه رغم صعوبة التوازنات المالية إلا أن الدولة قادرة على الإيفاء بتعهداتها. التدين راهو للباب الأول وكذلك للباب الثاني. الباب الأول هي مصاريف الدولة الكل، اللي هما كتخلص الديون القديمة، كتخلص الأجور، كتخلص يعني نفقات التصرف، كتخلص الدعم، هذا الباب الأول. الباب الثاني هو الاستثمار، كي تجمع التدين الكل يخلص في بعض منه في الباب الأول والباقي يمشي للاستثمار. ارتياح لعودة نسق النمو الإيجابي يسجله الوزير، ويؤكد على صعوبة الظرف وشدة الضغوطات المفروضة على المالية العامة، وذلك للفارق الهائل بين موارد الدولة وحجم الموازنة الذي يقدر بعشرة مليار دينار، أي ما يوازي 5 مليارات دولار، إضافة إلى عجز إضافي بأكثر من مليار دينار بسبب احتجاجات اعتصام الكامور في تطاوين الذي عطل الإنتاج الطاقي. وضع دفع المراقبين إلى التساؤل عن سبل الخروج من الأزمة، خصوصا وقد وصلت نسبة المديونية إلى 70%، وارتفعت نسبة التضخم ب 5%، وتراجعت قيمة الدينار بأكثر من 12%. الحل مثل ما قلنا هو أن نشخص فعلا أوضاعنا الاقتصادية والمالية، وهذا لن يتطلب أكثر من 3 إلى 4 أسابيع، وبشرط أن يوقع على هذا التشخيص كل الأطراف المعنية، وكل من وقع على وثيقة كارتاج فهو مدعو إلى التوقيع على هذا التشخيص، ومن ذلك ننطلق لتصور برنامج إصلاح هيكلي تنفيذه لن يتطلب أكثر من 1.5 إلى 2 سنين. برنامج للإصلاح الهيكلي يراه المراقبون ضروريا لاستشراف المستقبل وتوضيح الرؤية للمستثمرين في القطاع الخاص محليا ودوليا. فالاستثمار الخاص هو الكفيل بدفع عجلة التنمية، وجلبه لن يحتاج تحسين الظروف الأمنية فقط، بل يفرض أيضا رؤية ومزايا تفاضلية. من خلال انتهاج سياسة جبائية نجحت الدولة في توفير الموارد والحد من الضغوطات المفروضة على المالية العمومية، غير أن المراقبين يحذرون من أن الإغراق في السياسة الجبائية سينعكس سلبا على مناخ الاستثمار ويزيد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين. عماد شترى، تونس، الميادين. تصدرت السينما الفلسطينية التتويج في مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته 10، كما حظيت الوجوه السينمائية السورية بتكريم خاص فيما نالت الجزائر جائزة الوهر الذهبي. تقرير أسامة عبد النور. كرم نجوم السينما السورية وعادوا بجائزة أحسن دور رجالي في فيلم الأب لبطله أيمن زيدان. هذا انتصار بحد ذاته، أنه رغم كل الظروف نحن حاضرين بالمهرجانات، حاضرين بالتظاهرات الفنية، بالإنجازات الفنية، أفلامنا متواجدة، تأخذ الجوائز الجماهيرية والجوائز التحكيمية. فإذا هذا انتصار بعون الله. تكريم خاص للسينما الفلسطينية في ليلة القدس التي كرمت الناقد الفلسطيني بشار إبراهيم. الأفلام الفلسطينية عادت بجوائز الأفلام القصيرة والوثائقية. بشار إبراهيم يستحق منا كل التقدير، لأنه هو كان عضو لجنة التحكيم في مهرجان وهران للفيلم العربي لأكثر من عام، ويعني هو كان يشارك بتحكيم هذه الأفلام التي كانت ترد من دول عربية مختلفة وتشارك في مهرجان وهران في الجزائر. فيما نالت لبنان جوائز أحسن سيناريو ودور نسائي، تربعت الجزائر على جائزة الوهر الذهبي وحصدت الجائزة الكبرى عن فيلم في انتظار سنونوات، فوز اقترن بنجاح الطبعة 10 للمهرجان. كان في تحدي كبير على عدة مستويات، مستوى الميزانية وأيضا على مستوى يعني المنافسة العربية. هناك مهرجانات عربية يعني تنافس مهرجان وهران، لكن اليوم كما تشاهدون الصورة معبرة. نحن بحاجة لتضل هالمهرجانات السينمائية اللي بتعمل يعني حيوية للسينما، اللي بتفتح طاقة لحتى وبتفتح باب لحتى الناس تحكي عن مواضيع مش تجارية، مواضيع عن جد بتطرح مواضيع اجتماعية إنسانية.
وبحسب مراقبين بعثت الطبعة العاشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي روحا جديدة في السينما العربية التي تأثرت بالحروب والأزمات. بروائع الدراما السورية كان الافتتاح، وبحضور القدس في السينما العربية كان الاختتام. هكذا وقعت الطبعة العاشرة للفيلم العربي من وهران. الجزائر دائما وفية للقضايا العربية في الشاشة الصغيرة والكبيرة. سمع عبد النور من مدينة وهران غرب الجزائر، الميادين. بوهران نختم هذه النشرة، انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الصليب الأحمر ينقل 4 جثث لمسلحي النصرة إلى عرسال، واللواء إبراهيم يؤكد للميادين نت استمرار المفاوضات لتنفيذ التبادل. عشرات الشهداء والجرحى في غارات التحالف الأمريكي بريف دير الزور، واشتباكات بين عناصر داعش الأجانب والمحليين في البوكمال. مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى وينزلون العلم الفلسطيني بحماية قوات الاحتلال. وتابعتم أيضا القوات السعودية تواصل حصارها للعوامية لليوم 82. البرلمان الباكستاني ينتخب رجل الأعمال شهيد خاقان رئيسا للوزراء خلفا لنواز شريف. نشكر لكم حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت ميادين.نت، ولمتابعتنا باللغة الإسبانية spanon.meidin.net، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.